هلا فيكم حلقة جديدة من قصص مرعبة. صراحة جدا مبسوط مع الحماس اللي قاعد يصير بالقصص المرعبة، وجدا متحمس لحماسكم اللي انتم تبون تخافون. عشان كذا قررت اكافئكم واخلي السلسلة فيها 3 قصص بدال قصتين. فمن غير اطالة، قبل ما نبدأ لا تنسون اللي يخاف لا يكمل، ولا تنسون زر اللايك واشتركوا بالقناة، والحين خلونا نبدأ. عنوان القصة الأولى: آكل لحوم البشر. في عام 1874 ألفريد باكر وجماعته كانوا يكتشفون أراضي في ولاية كولورادو عشان يلقون أي قطع ذهب. وعلى الرغم من المجموعة كانت كبيرة، إلا أن الأشخاص كانوا قليلين، منهم إسرائيل سوان وشانن بيل، ومن ضمنهم القائد ألفريد، واللي قرروا يطلعون من المخيم عشان يدورون على الذهب، مع أن الجو كان عاصف بالثلوج في مدينة ليك بالتحديد. بعد شهرين من الحادثة حصلوا ألفريد عند مؤسسة حكومية خاصة بالهنود الحمر، ما عنده أي شيء غير بندقية وسكين خاصة بأحد الأشخاص اللي كانوا معه. والقصة اللي قالها ألفريد إنهم بعد ما طلعوا في العاصفة الثلجية قرروا إنهم يخيمون، وهو انتظر بالخيمة والباقي طلعوا يدورون على أكل، بس ما رجعوا وقرر إنه يمشي عنهم. بعد ما تحسنت حالته راح لمدينة قريبة في نفس الولاية، وفجأة صار يبذر أموال كثيرة بشكل ملحوظ، وصادف ناس كثير من المجموعة اللي كانوا معاه، وكثير منهم كان يشك في قصته الحقيقية. وسبب هذا الشيء قرر عميم الحكومة أنه يحقق مع ألفريد، وهنا بدأت القصة تصير أكثر غرابة، واعترف بشيئين محيرين. حسب كلام ألفريد يقول أنه كان في شخص معهم اسمه إسرائيل سوان ومات، والأشخاص اللي كانوا معاه كانوا مرة جوعانين فقرروا أنهم يأكلونه، وثلاثة غيرهم ماتوا بسبب الجوع، واعترف انه قتل شانن بيل دفاعا عن النفس. بعدها تم نقله لمدينة ساقواش وتم سجنه هناك، لكن بعد 3 شهور هرب. في يوم هروبه من السجن حصلوا على جثث المقتولين وتركوا المكان ذكرى لهم. بالنسبة لألفريد من بعد هروبه ما في حد شافه وتعرف عليه الا بالصدفة بعد 8 سنوات في ولاية وايومينغ. تعرف عليه شخص كان معاه في المجموعة، تم القبض عليه وارسلوه الى دنفر للتحقيق مرة ثانية، وقال لهم نفس الاعتراف بانه كان دفاع عن النفس، واعترف انه سرق البندقية ما $70 اخذها من رجال المقتولين. اتهموه بقتل اسرائيل سوان وارسلوه للمحكمة، وما اخذ القاضي اي وقت بانه يشوفه مذنب، وحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت. حاول نعيد المحاكمة اكثر من مرة في محاكم العليا، وحكموا عليه بانه مذنب بالقتل الغير متعمد، وحكم عليه بالسجن 40 سنة. بعد ما قضى 17 سنة في السجن قدر انه يحصل على اطلاق سراح مشروط، وبعدها انتقل عشان يعيش في مدينة ليتلتون، وصار هناك مشهور والكل يحبه بالرغم الفعل البشع اللي سواه، ومات بشكل طبيعي في عام 1907. وصار معروف بآكل لحوم البشر في ولاية كولورادو، ولا حد يعرف هل اكل بشر بعد ما هرب من السجن او كانت مجرد تجربة بسبب حالة الطقس السيئة. مات ودفن سره معه. عنوان قصتنا الثانية: الجريدة المفقودة. القصة هذه حصلت لي قبل 4 أسابيع. اشتركت في خدمة توصيل الجريدة بما اني احب اتابع الاخبار المحلية على الفطور في كل خميس، وانا على هذا الروتين من 10 سنين. ما عدا يوم واحد تأخرت فيه الجريدة ووصلت في اليوم اللي بعده. انزعجت من هذا الشيء، لكن كملت يوم الخميس بدونها وقريت يوم الجمعة. في الصفحة الأولى كان في خبر عن قاتل متسلسل هارب من السجن في نفس مدينتي. خفت، لكن كان عندي إيمان أنهم راح يمسكونه بسرعة، أكيد قاتل متسلسل ما راح يتركونه بهالسهولة. ونفس الشيء حصل في الأسبوع الثاني، تأخرت الجريدة وكلمت ساعي البريد وأكد لي أن الجريدة وصلت في موعدها. حسيت الوضع غريب وقلت أنتظر إلى اليوم الثاني، وفعلا شفتها ووصلت في الصباح. وأنا أتصفح الجريدة لاحظت أن بعض الكلمات عليها دائرة ما كان لها أي معنى، بس قررت أني أكتبها كلها في ورقة وأشوف إيش تطلع. كانت تقرأ بهذه الطريقة: أنت، شكرا، البيت، السكن. الكلمات هذه خلتني في وضع محير وما عرفت لها أي معنى، وبديت أشك
في أن شخص يلعب بالجريدة، وخطر في بالي أن أكيد في شخص يأخذ الجريدة ويلعب فيها ويرجعها في اليوم الثاني. قلت أكيد هذا طفل يحاول يسوي فيني مقلب، وقررت أن الأسبوع الجاي راح أمسكه. وفي يوم الخميس صحيت بدري وجلست أراقب من نافذة غرفتي وانتظر الساعة 8:30، وهو الوقت اللي بالعادة توصل فيه الجريدة. لكن صار الوقت وما لاحظت أي شيء غريب، وفجأة سمعت صوت تكسير في المطبخ. ركضت بسرعة عشان أصيد الطفل، لكن ما لقيت أي شيء، بس كانت النافذة مفتوحة، وقلت أكيد هذا تمويه. ركضت لباب البيت لكن الجريدة اختفت، وشفت سيارة ساعي البريد ماشية في الطريق. كان المفروض أتصل بالشرطة، لكن قررت أنتظر لليوم الثاني عشان أمسك الطفل. بنفس الحال جلست أراقب منافذ الغرفة، وفجأة سمعت صوت من باب البيت، واستغربت لأني ما شفت أي شيء من جاي من برا، كيف فوته؟ جلست على الفطور كالعادة وبديت أقرف جريدتي، لكن هذه المرة كان فيها دوائر كثيرة كانت تقول آسف على الكسر، لا يمكن تشوفني. في الصفحة الثانية مكتوب بقطعك مثل السمكة، وفي صفحات الباقي ما كان في أي شيء مكتوب، بس في جزء الكلمات المتقاطعة كان كاتب يا رب ارحمني. في هالمرحلة اتصلت بالشرطة لأن ما كان مقلب، هذا تهديد، وبلغت الشرطة بكل التفاصيل والعنوان. وأنا جالس على الطاولة بكل رعب، حسيت بشيء يمر من النافذة والتفت بسرعة، لكن ما شفت أي شيء. وأنا أنتظر بخوف وصلت الشرطة وبحثت البيت. حصلت الشرطة على رجل متخبي في غرفتي مع سكين، كان منتظر أني أرجع أستعد للعمل ويقتلني. بعد البحث الطويل اكتشفت الشرطة أنه كان يعيش في الغرفة العلوية، كان يسرق الجريدة ويصعد الغرفة ويرجعها في اليوم الثاني. مع أن الموضوع انتهى، لكن لازلت أعاني من الموضوع وأعيش برعب أني كنت راح أنقتل، وحسيت بالراحة يوم وصلت الجريدة في وقتها في الأسبوع الثاني. أخذت الجريدة كالعادة في الصباح وجلست على الفطور وبديت أقرأها، لكن في شيء شفته وقف قلبي من أول خبر قريته. الخبر كان يشرح كيف المجرم قتل الشرطي وهرب مرة ثانية. رحت للصفحة الثانية وكان مكتوب بالخط العريض يغطي كل الأخبار آسف، وكانت مكتوبة في كل صفحة إلا الصفحة الأخيرة، مرسوم فيها بيتي وعلامة سكين مغروزة في الباب الخلفي من البيت. وفجأة سمعت صوت الباب الخلفي يدق. قصتنا الثالثة بعنوان أخصائي العظام. وأنا أتقدم في العمر دائما كان عندي شغف في دراسة العظام، يمكن هالشي بدأ لما لقيت أول عظمة، كان تقريبا لما كان عمري 7 سنوات في الغابة خلف منزلنا، لأني كنت دائما أطلع أستكشف المكان وما كانت الناس تخاف على أطفالها مثل وقتنا الحالي. كنت أتمشى في يوم من الأيام ولمحت شيء أبيض بالأرض مثل لون العظم المائل الأصفر، لما قربت منه فعلا شفتها عظمة، وما كانت عظم حيوان، كانت تخص إنسان. ما خفت نهائيا، بالعكس شفتها شيء رهيب، وكانت عظامي اليد صغيرة، بس اللي ازعجني إنه ما كان فيها إلا 3 أصابع. رجعت البيت أركض بدون ما أعلم أمي، أخفيتها تحت السرير. ما انتهى الموضوع هنا، في اليوم الثاني حصلت عظام أكثر في الحفرة بالغابة، وكانت تشبه اللي حصلتها قبل، يد بس ما كان فيها إلا 2 أصابع هذه المرة، وباقي العظام كأنها رضلوع أو شيء من هذا القبيل. أخفيتهم بعد تحت السرير، وبعد فترة أمي بدأت تحس بالقلق، كان المفروض أخفيهم بشكل أفضل لأن أمي شافتهم. حسيت بالسوء أني خليت أمي تحس بالقلق، أخذت العظام الباقية وأخفيتهم في صندوق برا البيت. كان عندي مجموعة كاملة من العظام، حسيت أني عالم متخصص بالعظام، كل يوم بعد المدرسة أروح أحاول أجمع العظام وأركبها مع بعض، كان بيكون شيء رهيب لو سويت هيكل عظمي كامل. لكن أبوي صادني مرة، وكنت متأكد أني ما كنت قريب منه لما كان يرتب زرع البيت، بس ركض لي ومسكني وتركني بالغرفة. سمعت أمي تبكي، وأبوي كان جدا معصب، وأنا نمت، ولما صحيت لقيت الشرطة موجودة في غرفتي وبدأوا يتكلمون معي. أنا كنت محتار جدا، ما زالوا يسألوني وأنا يزيد خوفي. ركبوني سيارة الشرطة، ما كنت خايف مع الكلمة، كنت شوي حاير. كانوا يسألوني إيش تبي تصير لما تكبر؟ قلت لهم إني أكون أحد العلماء اللي يدرس العظام، وشكلهم ما صدقوني، تركوني في غرفة وحس إني ظليت هناك ليلة كاملة. أنا حاير
كلك انت بي اني اكون عالم بالعظام، بس الظهر ما عجبهم هذا الشيء لما شافوا بصماتي على جثة اخوي المشوهة في الغابة. يمكن كان المفروض اني اخفي بشكل افضل. وهذه كانت قصص مرعبة لهذا الاسبوع. لا تنسون تشتركون بالقناة وتسوون لايك للفيديو. يعطيك معكم المتابعة، مع السلامة.